الحالة الماطرة بدأت في المملكة والأمطار الرعدية وصلت إلى جدة صباح هذا اليوم. ملخص هذه الحالة: من المتوقع استمرار الأمطار الرعدية في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة. هناك تأثير طويل مرتقب لهذه الحالة على مدينة جدة، وتصل هذه الأمطار لاحقا مساء الأحد إلى باقي شمال المملكة. كل ذلك بالتفاصيل بعد هذا الفاصل. أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز طقس عرب إلى تشكيلات كبيرة من السحب الركامية الرعدية التابعة لهذه الحالة الماطرة التي أدت إلى هطول أمطار رعدية على سواحل الوجه وأيضا سواحل ينبع والمدينة المنورة في أوقات مختلفة بدءا من مساء يوم الجمعة. أمطار الرعدية أيضا وصلت إلى مدينة جدة، كما نلاحظ تشكيلات من السحب والغيوم الرعدية متواجدة في عرض البحر مقابل مدينة جدة، وتدخل هذه السحب والتخاريج البحرية من وقت إلى آخر إلى داخل مدينة جدة مسببة هطولا للأمطار الرعدية على فترات. النمذجة الحاسوبية تستشعر أن هذه الحالة المطرية مستمرة معنا وقد تكون على وقت طويل نسبيا في مدينة جدة، فكما تلاحظون أمطار رعدية منتشرة على طول المناطق الواقعة في شمال ووسط البحر الأحمر، تلك المناطق المطلة مثلا في سواحل تبوك الوجه وسواحل ينبع وأيضا رابغ جنوبا، وأيضا كما نلاحظ وجود تشكيلات من السحب الرعدية والتخريج البحرية فوق المناطق الوسطى من البحر الأحمر تمتد إلى داخل جدة. تستمر فرص الأمطار الرعدية كما نلاحظ خلال ساعات نهار يوم السبت، ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار حدوث هذه التخريج البحرية ودخولها إلى اليابسة سواء في المناطق المقابلة لسواحل المدينة أو سواحل تبوك وسواحل مثلا ينبع بالإضافة إلى سواحل جدة. هذه التخريج البحرية تتمثل بوجود عواصف رعدية في عرض البحر تدخل إلى داخل اليابسة على شكل أمطار رعدية غزيرة، وتكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط لزخات البرد. تمتد هذه الأمطار أيضا إلى المرتفعات الجبلية الغربية العالية من المملكة على حد سواء، كما تشمل هذه الأمطار المناطق الشمالية لمنطقة تبوك وأيضا الحدود السعودية الأردنية. تستمر فرص الأمطار بشكل عام نهار يوم الأحد وتشتد في المنطقة الوسطى، وبالتالي ذروة الحالة المطرية متوقعة على السواحل الوسطى للبحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة. يتوقع أن تكون نهار يوم الأحد بدأ من ساعات الصباح على شكل تخريج بحرية رعدية غزيرة على فترات مختلفة. تمتد هذه الأمطار أيضا تشمل أيضا يوم الأحد المدينة المنورة، كذلك أجزاء مختلفة من تبوك والأجزاء الشمالية الغربية من حائل. تمتد هذه الأمطار في وقت لاحق من يوم الأحد إلى مناطق أكثر داخلية تشمل أيضا ربما مكة المكرمة ومرتفعات الطائف مع استمرار شموليتها للمدينة المنورة، وتستمر فرص التخريج البحرية على مدينة جدة من وقت إلى آخر. مع ساعات مساء يوم الأحد أيضا تمتد الأمطار إلى الأجزاء الشمالية من المملكة مع استمرار هطولها في أيضا مدينة ومنطقة تبوك. ليلة الأحد على الاثنين يتوقع استمرار حدوث تخريج بحرية على مدينة جدة، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لأن تشهد هذه المناطق زخات رعدية من الأمطار من وقت إلى آخر حتى في ساعات ليلة الأحد على الاثنين، وذلك نتيجة هذه التخريج البحرية المتوقع أن تؤثر على مدينة جدة وكذلك مكة المكرمة ومرتفعات الطائف. جميع هذه المناطق كما نلاحظ مهيئة أن تشهد أمطارا رعدية خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين. ذات النمذجة الحاسوبية تستشعر أيضا حتى أن يوم الاثنين تبقى المنطقة الوسطى من البحر الأحمر سيما تلك المقابلة لمدينة جدة على موعد مع تشكيلات من السحب الركامية الرعدية وتخريج بحرية قد تدخل إلى داخل اليابسة وتؤثر على جدة حتى في ساعات نهار يوم الاثنين، مما يجعل هذه الحالة طويلة نسبيا من حيث التأثير على مدينة جدة التي بالعادة تستقبل الهطولات المطرية لفترة معينة ثم تتراجع بها فرص الأمطار. هذه الحالة المطرية تستوجب بعض التوصيات الهامة للتعامل معها، لابد من ذكر أهمها وهي الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول خاصة في المناطق المتأثرة، كون هذه الأمطار طبيعتها رعدية وغزيرة وتؤدي إلى جريان كبير في الأودية والسيول. وطبعا دائما يدعى إلى عدم ارتياد البحر الأحمر في هذه الظروف نتيجة السحب الركامية الرعدية، والانتباه من مخاطر العواصف الرعدية والرياح الهابطة التي تكون مرافقة لهذه السحب. توقعات الأحوال الجوية بالتفصيل في مدن ومحافظات المملكة ليوم الأحد في ساعات النهار وليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من سكاكا 24-13، عرعر 22-13، وفي تبوك من 25-14 درجة مئوية مع فرص لهطول أمطار رعدية في هذه المناطق.
في المناطق الغربية أمطار رعدية متوقعة في جدة مع 35 درجة مئوية قد تصل العظمى هناك وصغرى 26، أمطار رعدية أيضا مرتقبة في المدينة المنورة من 30 إلى 19، فرص لأمطار رعدية في كل من الطائف ومكة المكرمة تصل إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة في ساعة النهار وصغرى 24، وفي الطائف من 24 إلى 15 درجة مئوية. جميع هذه المناطق متأثرة بشكل مباشر بالحالة المطرية. في مناطق جنوب غرب المملكة الأجواء أكثر استقرارا تصل إلى 21 درجة مئوية في الباحة والصغرى 12 درجة مئوية، في أبها من 24 إلى 11 درجة مئوية، وفي جزاء من 33 إلى 26 درجة مئوية. أما في الإحساء فتكون الأجواء أيضا مستقرة من 28 إلى 15 درجة مئوية، في الدمام من 28 إلى 18، وفي حفر الباطن من 26 إلى 17 درجة مئوية مع ظهور الكميات من السحب والغيوم. ختام هذه الجولة في المناطق الوسطى تكون في الرياض 28 إلى 16 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب والغيوم، في بريدة من 28 إلى 15 مع أجواء غائمة جزئيا، والأجواء غائمة بوجه عام في حائل مع فرص لأمطار خاصة في الأجزاء الشمالية الغربية منها العظمى 25 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى ليلا 10 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال الثلاثة أيام القادمة، فالأجواء تكون إجمالا مستقرة مع ارتفاع طفيف متوقع أن يحدث على درجات الحرارة، خاصة يوم الثلاثاء تسجل 31 درجة مئوية. أما الأجواء ليلا فتكون لطيفة من 16 إلى 19 درجة مئوية، وللأسف العاصمة الرياض بمنأى عن هذه الحالة المطرية التي ربما طبعا تؤثر على أجزاء مختلفة أخرى من المملكة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.